شو بيصير بالإحساس قلبي صار محتار بين الناس أيام تمر وليالي نام بسهر لحالي مالي والله مشغول بالأيام ما فيها تمحي المكتوب والأحلام يا حرام مدام شو بدك نصير مخالعة؟ جاوبيني مدام بدك نصير مخالعة؟ أنا آسفة على التأخير، خمس دقايق إن شاء الله بكون جاهزة. بسرعة بدي أقول فايف. يعطيكم العافية شباب. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ كيفك؟ وسيم تقبر قلبي الله يخليك. صباح النور. مشان الله هلا يمكن يجي الشوفير، إذا إجا نبه على الشباب ما حدا يفوتوا لهون. خلص تكرماني. الله يكرمك. يلا شوف. مرحبا عمو هارون، كيفك؟ مدام ممكن آخذ وقتك ثواني صغيرة بس. ما بدي أسمع ولا حرف. يا رب
خدني لعندك وريح يا رب. والله كرهاني حالي. بس إذا كرهاني حالي كيف بده هارون يحبني؟ مدام شو السبب اللي بخليكي ما تصدقيني؟ عمل لك الله وكيلك أنا مريض. بشو مريض؟ ما فيني لك بشو مريض مشان ما تزعل علي. إذا بقول لك بزعلك وما بحب زعلك أنا شبكي. أنت مشكلتك إنك خباص وكذاب ومو بس هيك ورمى بلا. أنا من يوم ما شفتك انخرب بيتي ومشاكلي صارت هالقد. هارون عالمي مو خرجك ما بتقدر تعيش فيه يا أخي. لاقي لك شغلة روح رجع لمرتك. آه هلا عرفت أنت ليش متضايقة؟ أنت غيرانة منها؟ قلت لك أنا ما تجوزت لأني بحبها، أنا تجوزت حتى أستر عليها شبكي أنت القصر. هارون لك أنت زلمة درويش وفقير ومعتر مو بس هيك سمعتك مثل الزفت. لك شو بدك فيني؟ طيب مدام محبتي اللي جوا لإلك شو هي؟ هات لبوس إيدك. مدام استغفر الله مدام شو تبوسي؟ أنا اللي ببوس. يا أخي أنا مرة متجوزة. ما أساس رح تطلق اليوم مدام؟ شو بكي؟ وبطلنا وتصالحنا أنا وجوزي وطلب مني إني ألعك. روح هارون. مدام كلمة زكاتك مور. مدام أنا ما أعرف أنا بدي روح، يعني ما حدا بيستقبلني وبتعرفي أنت وضعي، ما حدا بيفوتني على بيته، وين بدي روح؟ طيب اسمع لقلك أنا جوزة لرفيقتي عنده معمل بلاط، شو رأيك شغلك عنده؟ بلاط؟ إيه؟ والله ما بحب البلاط، يعني لو قلتي لي سيراميك أو شي شغلة بس هقلك شغلة، أعطيني فرصة أخيرة وأقسم بالله وحياة عيونك الحلوين، حياة هالوش اللي مثل القمر، والله العظيم ما حتعمل شي، ما حتفتح تمي، ما حتتدخل ولا شغلة خلص. خليك هيك لأنه ما في مجال أعطيك ولا ربع فرصة. أهلين لولو كيفك؟ تمام ماشي الحال كيف تحضيرك؟ تمام كيفك أنت؟ حبيبي يعني نحن جايين أنا وهارون لأنه هارون بده يعتذر منك على الشيء التافه اللي عمله. أنا معلش ما في مشكلة لوسي حبيبتي بس خليه يحل عني. لا كرمالي يلا هارون. شو مدام؟ اعتذر منه للأستاذ خليه يسامحك يلا. أستاذ سامحني يستر أختك أنا بعتذر. خلص حبيبي سامحتك مش الحال. يا مدام خلصينا بدي أقول باي. يلا استاذ 5 دقائق بعمل مكياج دقيقة بس. هان اذنكم. تفضلي. اذنك معي الله يهون لك طريقك. ولا حيوان نفست له انا ما نبهت عليك ما تفتح تمك ولا كلمة. والله عيونك لئيمون والله لأحرقك انت واهلك كل جيرانكم. اليوم حسابك اليوم حسابك. اسف انا بعتذر طول بالك بعتذر. اذا بتفتح تمك بكلمة عيونك رح بلبسهم فهمان؟ هدول التنتين رح بلبسهم فهمان؟ كسر نظرك لشوف نظرك. عن
عندك خبر حبيبي انه هالخنايق بين لوسي والمخرج كلها تمثيليه بتمثيليه وفي علاقه بيناتهم؟ مين قال لك هالحكي؟ اسال مين ما بدك، كل العالم صارت تعرف. حبيبي هذا الحكي مو صحيح. لا صحيح ونص، انا بإذني سمعته عم يحكي مع رفيقه وعم يقول له انه كان نايم عنده امبارح وكل العالم صارت تعرف. لك هاد كذاب كبير، انا اللي بعرفه. حاول معه املعته. المصور وينه؟ ليش مو ورا كاميرته؟ عم يقبض ما فتح ولا لا؟ وين إزهي؟ جايك استاذ جايك، طول بالك جايك. حبيبتي أنا بدي أطمن كيف بدك تلعبي شخصية عبلة. استاذ إذا سمحت، إذا تكرمت، ممكن بدون هاي كلمة حبيبتي؟ أوه ماي جاد، المدام وقفت لي سنجة عرض على أي كلمة بقولها، أنا هاي كلمة حبيبتي نور عيوني تاج راسي ماي دير، كلمات عادية بقولها، المهم أنا جاي أطمن على عبلة، قصدي شخصية عبلة. أوكي أستاذ، ماشي، مثل ما بتريد، مثل ما بدك، بس أنا مفكرة أعملها وحدة مجنونة. مجنونة؟ حلو حلو مجنونة، بس أنا بدي يكون فيها حس كوميدي، لأنه معقول؟ سكر الشاي بحبه حلو. فرجيني شوفي بايدك. بايدي ما في شيء بايدي. فرجيني شوفي بايدك. ما في شيء بايدي مدام. العم شو هاد؟ شو جابر ايدي؟ يخرب بيتك يخرب بيتك مدام، تركيني انتقم منه. هدول الكلاب الحقره عم يحكوا عليك انه ما عندك شرف، ما عندك اخلاق، انه في علاقه بينك وبين المخرج. الله لا يوفقك، الله يفجعني فيك. ايه بدك تموت 40 زلمه، بدك تحط لهم سنجره دين؟ شو عم تساوي انت؟ لك بركي انا شربت منه. اطلع لبرا احسن ما اعمل لك فضيحه، اطلع لبرا. مدام هالمره عن جد اسف، هالمره حاسي بطيخ. خلص ما عاد عن جد ما عاد اسف. عرضوا بنات كندا على عنتره قام رفضهم. شو قال هون؟ لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا، لكنه راغب بمن يعذبه فليس يرضى لا لوما ولا عدلا. انا هذا البيت بيمثل لي وجداني. الله الله عن جد تسلم لي على هالشعر ما احلى. لكن اسمعي هالبيتين اللي قالهم لحبيبته. لعمر ابيك لا اسلو هواها ولو طحنت محبتها عظامي، عليك ايا عبيلة كل يوم سلام في سلام في سلامي. يا أمي عن جد شعر فظيع، قديش هو بسيط بس بيخترق جواته للواحد. طيب يلا أنا عن إذنك بدي أروح شوي وأرجع بسمعك كم بيت بيطيروا لعالي. أوكي معك. يلا باي باي. مدام تعرفي شو الشعر اللي بيخترق وجداني أنا؟ الشعر اللي بيقول قال إذا دق الموت بابي وأراد الله أن يخسف شبابي فلن أنساك يا أغلى أحبابي. هذا أشرف شعر بالصالحية والمهاجرين ابن لي الله يرحمه ويرحمه. ما بينزاح حب الصادق ولا بيعرف أفراح. مرحبا خالي.
ممكن احكي مع ابتسام؟ لك تخلع ضامك ان شاء الله، يخرب بيتك شو ما بتستحي لك، مالك شايفه حالك تطلعي قد خالتي انت. شو بدي؟ الله يسامحك، اندهي لابتسام بسرعه. ايه بامرك ست الحسن والجمال تقبشيني. ابتسام يا مقبوله تعي شوفي هالبلاوي على الباب. شرفي ست نفرتيتي، ابو الهول على الباب. اهلين ميفا، شلونك ابتسام؟ الحمد لله تمام. بتقدر تجي شوي لعنا على البيت؟ شوفي لانك بتعرفي لك هبطي لي قلبي. شوفي تضربوا انتوا اسراركم، لعيتوا لي نفسي. خلصيني شوفي عم ندور على ما عم نلاقيها. متي وين راحت؟ وين راحت؟ يجي على ما يلاقيها. في على انتي وشو بدي؟ اثني علي بما علمت فانني سمح مخالقتي اذا لم اظلمي. ماذا تريد مني يا ابن سوداء الجبين؟ أما زلت تهواني؟ ألم تعلمي ماذا فعلت لأجلك؟ ها، ماذا فعلت؟ لقد قاتلت بني حريقة، فقتلت الأخيل وربيعة والهيذبان وجابر بن المهلل ومالك والزبرقان. مولاتي مولاتي، إن العربان تغير علينا. ستوب! لك ستوب! ستوب! أنت دب حتى تخليني أقول ستوب؟ ليش هيك زامن تمك؟ استاذ انا عامل شخصية تم صغير. شخصية تم صغير؟ يخرب بيتك، ليش عم تضرب من راسك؟ صحيح لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيدا. بس اللي عندنا بس يلا روح نلعب من الشي. يا ام هارون، لك وينكن؟ يجي حدا ياخذ مني هالاغراض؟ ولا كلمة ولا كلمة، بعدين الدنيا على راسنا. ايه اهلين اهلين ابن عمي، اهلين. شو وين الاولاد؟ مو مبين حدا منه؟ وعلى السطح. هات هات عنك، خدي فوتيهم على المطبخ واحملي الحمام بدي اتغسل. وانت مسيك سعد امك، روح الله يرضى عليك. روح يا ابنة مالك، سآتيك بمهر من العراق لم يأتي أحد بمثله من قبل. وبماذا ستأتيني؟ سآتيك بالنوق العصافيري. آتوني بالزاد. مولاتي مولاتي مولاتي، لقد حلبت الخيل وأسلجت الماعز. ستوب ستوب، معزك سيفي محبار رقبتك الضيقة والعريضة. ملعنوسي، أنا ما بقى فيي اتحمل هالموهبة الفزة، بدي أعطي الحوار لغيره. لك تشبطني أنت، بدك تقتلني لك؟ أنا مغير أربع سنين يخرب بيتك. هدبة نعم، صرفي الحوار لغيره. حاضر مثل ما بدك أستاذ، ما في مشكلة، بس أنت اللي طلبت يحكي مو أنا. الله يسامح حسونا على هالفصل اللي عملته فينا. بتعرفي بس والله أنا بزعل عليها. والله أنا كمان بزعل على حالي. بنت حماكي شو قليلة خير، كانت تخلي هالزهر عندها بدها تروح وجاي بالشمس، والله عظيم حرام. دخيلك بلا سيرتها هلا، هلا شو بدنا نعمل بسونا؟ اسأل عبود. مرحبا عبود. أهلين. إيه دخلك؟ بدي أسألك، سونا شفتها شي؟ إيه شفتها الصبح عم تأشر لتاكسي، طلعت التاكسي وراح. تاكسي؟ إيه. طيب يعطيك العافية. أهلين، الله معكم. طالع على الأسطوح. يا ربي يا ربي،
شو امي لقيتوها؟ ما لقينا حدا. ابوكي اجى والله لقوم الدنيا على راسنا. ابوكي لقيت معنا. شوفي وين سونا؟ تفهمني حلاوتك انك تفهمني وتكتم اسراري. لك عم بهجمك. لك شو في؟ ليك ولا شو كان عم يلاقي المخرج؟ ما كان عم يقول شيء. ما كان عم يقول شيء؟ انت عم تعرفني لسه معناته. اقسم بالله فكفكه بشويك شوي. احكي شو كان عم يقول لك؟ كان عم يقول انه مجنون طارق؟ عم يقول انه موعد لوسي اليوم. شلون ابوك؟ شلون امك؟ موعد لوسي اليوم؟ انا ما دخلني، هو هيك حكى. ان شاء الله اليوم موعده مع عزرائيل معناتها. شو بدك تعمل له؟ ما رح اعمل له شيء ابدا ابدا. بس حط ببالك اذا بتفتح تمك بحرف حارقك انت واهلك وحارتك كلياتها ونفضك كف منزل لك البواسير، فهمان؟ ايه كل ما بدك. هات موبايلك لشوف. دق المخرج. زوم 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 زوم. استوب! لك استوب! بليد عوض البسطاويسي ابو عوض لما بيقول استوب الكل استوب! استوب! ابو عوض لما بيقول استوب يعني استوب! شكرا. الو. الو مرحبا يا حلو. اهلين. مين؟ معك شرطية من مخفر الحب وعليك مخالفة تحطيم قلب ولازم تدفع الغرامة. ليش لا مندفع؟ وشو هي الغرامة؟ 50 بوسي. 50 بوسي؟ على راسي. بس ما بدك تعرفي بالأول لمحة عني أنا؟ ادعي بكون فريدة عوض البسطويصي أبو عوض مخرج الروائح، عامل بحياتي 30 مسلسل وكل مسلسل فيه 30 حلقة وكل حلقة فيها 30 نجم ونجمة. هي عطتك بيلوت عن حياتي الفنية. ممكن أعرف مين عم يحكي معي؟ أنا بصراحة واحدة حلوة كثير معجبة بمسلسلاتك وبإخراجك وحابة فوت بخط الإنتاج بعد ما ورت الورثة من بابي. يعني بصراحة حابة احط ايدي بايدك وحابة احط خبزاتي على جبناتك، بس لا يروح مخك لبعيد. ليش لا؟ ويروح راح يروح ليش لا؟ بس بدي اعرف يعني انا في عملة مصاري في خميرة يعني بدك تفوتي بقوة؟ ولا همك يا لزوز، العملة للساجية. والمطلوب من ابو عوض؟ بدي اشوفك. على عيني، مسافة الطريق. يا جماعة بريك ساعة، صار معي ظرف طارئ. ايه استاذ في شيء؟ ابني عوض وحيدي تعبان. سلامته ان شاء الله. الله يسلمك. معافاك. الله يعافيكي. ادبا. نعم. ايمي النص مشان ما يزعل المؤلف. حاضر. يا الله. خير استاذ؟ ليش البريك؟ ابني تعبان، ام عوض ما قلته على المستشفى. ان شاء الله سلامته، اذا لزمك شيء خبرنا. كتر خيرك، كلك ذوق. اعمى فتح. صحيح لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاسهم مناكيدا. استاذ؟ نعم. كلمه بعد اذنك. تفضل. كل مره بتلي شعرك وبتعمل حالك بدون شيء، اسمع شعري شي مره. تفضل قول. حياك من لم تكن ترجو تحيته. ها؟ لولا الدراهم ما حياك انسان. انسان؟ وحياك، يحيي تحييك وتلف على رقبتك، بسيطه راجع لك. شلون؟ برافو عليك، بس تأكد انه هي العتبة ما عادت تتخطيها. ما بيهمني، فيني الحق ربع ساعة؟ روح ربع ساعة؟ روح. ماشي، ما بدك تعرفي لوين؟ ما بيهمني، المهم ما تتأخر، في عنا مشوار ضروري. لوين؟ مفاجأة. you
نعم، أنا المخرج فريد عوض البسطويسي. 30 مسلسل بين كوميدي ودرامي، وكل مسلسل فيه 30 حلقة و30 ممثل. آخر مسلسل أخرجته في 17 يوم كان فيه 255 ممثل وممثلة. كان مدير إنتاجي محمد نصر الله. ظريف، أنا ما زلت معتمده. نعم ظريف كتير. شو عم تحكي؟ الله وكيلك هذا اللي صار، وخايف إذا هارون عرف إني قلت لك يعمل لي مشكلة. لك لا تخاف منه لبطيخ، المهم سمعتوا شو عم بيحكي معه على الموبايل؟ لا والله. ما عم بيرد. جربي مرة تانية، الله يخليك. مامي لسه ما لحقت اقعد، وموصلي معي لهونها، خلص قلت لك رح اخذك مشوار، لا تنقي. طيب ايمتى؟ ساره مو معقوله انت خلصنا؟ هدبة؟ نعم. دخيل عينك، خذيها لشي قرنه. هذا ما بدي. اسمعي الكلمه ايه؟ يا بحبيبتي. شكرا اسلمي. خير مدام. شرفت، يا اهلا وسهلا. وين كنت حبيبي؟ رحت هيك وقفت برا، كان في عالم عم يحكوا، رحت وقفت حكيت معهم، خلصت الحكايه وجيت. ليش اخذت رقم المخرج من المصور؟ طلع فيي انا، هو ما دخله. والله والله اذا بتكون متصل فيه ما بتعرف شو حساوي فيك. مدام انا عن جد هي روحي شوفي العالم اللي كانوا واقفين، انا وحياة الله وحياة كلها، انا ما عملت شيء. يا ويلك ويا سواد ليلك، يا ويلك ويا سواد ليلك، روح من خلقتي. ها؟ 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 شوفي وسيم. لوسي؟ على المخرج بالمستشفى وعم يقولوا مخطير. شو؟ في شي مدام؟ بدك زورات شاي قهوة؟ في شي؟ فيكي شي؟ شو هالنهار هاد؟ مبين مكركب من أوله. إيه معي. مدام معقول الشي اللي صار مع المخرج؟ أنا عن جد متفاجئ مثلي. عن جد الله وكيلك شيء. ما بقى تحلف، بعرف ما حدا حاطط دابه من داب المخرج غيرك. يا مدام يا مدام، انا حكيك الصراحه، انا بصراحه كنت ناوي اقتله وافرمه واذبحه، كنت ناوي بكذب اذا بقول لك لا، بس انا عن جد ما دخلني، الشغله اجت عن طريق غيري، وانا بصراحه شمتان فيه، وانا مظلوم وبريء ومسكين. مدري ليش ماني مصدقتك. مدري ليش؟ مشكلتك. في شي مدام؟
لا سلامتك، بس معجبة فيك. ما قلت تتكأبي. ألو؟ أهلين حبيبي. طيب عظيم جدا، لأنه أنا كمان كتير 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 مشتاقة لك. شدي حالك مدام، شو ما كرت أخيتي؟ بانتظارك حبيبي. يلا باي. الله معك. مين هاد؟ واحد عم ببعث له بوسات، مين بده يكون يعني؟ مين؟ جوزي يا بني آدم، جوزي. ايوه، شو بده؟ شو دخلك انت؟ شغلي خاصة بيني وبينه، لعنة شو حشري؟ طب مدام فيني اعرف شو هي الشغلة الخاصة؟ شلون يعني بدي اقول لك اذا عم اقول لك موضوع خاص؟ كيف بدك يعني اقول لك؟ عم تحكي مدام بلا سؤال. هارون احترم حالك احسن لك. ها يعني انا هذا مؤاخذة عم بحكي من باب المونة. ليك يا بني ادم، انا وحدة متجوزة وعندي بنتي قد الدنيا، فهمان؟ ماني مضطرة اخرب بيتي مشان تكون مرتاح، ولاني مضطرة حدا يخرب لي اياه. بقى لا تتعدى حدودك احسن لك. اختك خلي قد تسينام عندي اليوم. شو هالحكي هاد؟ من امتى انت بتحكي هيك؟ عمو هارون بيحكي هيك. تضربي انت وعمو هارون، هي اول واخر مره بسمعك فيها بتحكي هيك، فهماني؟ تا تا وين فايت؟ مدام فايت عمل لي دوش وتسطحي ساعه زمن. بالله بيت اللي خلفوك لانه. طب مديرو بحالي. لكن فلق، روح وين ما بدك تروح، شو بعمل لك انا؟ امشي يلا. بأسر شي إذا سطحت على الحشات. هارون سوري، شو جابك لهون؟ هارون مشان الله كمل معروفك، ما في إنسان ما بيغلط. يا سوري يا عيني، أنا مو شغلتي إذا غلطتي ولا ما غلطتي، أنا مو خارج جواز، هي القصة. طيب شلون بدك تتجوز لكان هي الممثلة؟ أختي أنا ما بحبك. يا سوني، حدا بيتجوز واحدة ما بيحبها؟ أنا قلت لك ألف مرة، أنا بحبك كأخت مو كمرت. يعني أنا كمان بصراحة يعني جوزتك مشان أستر عليكي لأني بزعل عليكي. بس أنا هلا ما خرج. روحي إذا بدك طلقك تتجوزي لك واحد تاني، ختيار مكحكح شحات كذا بيناسبك، ما عندي مشكلة. طيب طلقني. طالق. ما تزعلي مني. لك وينك انت؟ اي والله ابوك ليت بحالك قتل الدنيا عليك. لك شو في؟ شبكي ليش ساكتة؟ هارون هارون، شوفي هارون. لك شو في؟ سقطتي. قومي قومي. هي علينا هي علينا. فوتي لشو فوتي فوتي. بدكن تحكوا ولا لا؟ طول بالك عمي، انا كل القصه اللي عم بحكي لك شو صار. خليها تقول وينها احسن لك. ها خليها تقول وينها. امي الله يخليكي الله يخليكي. وليلا يصطفر منه. عمي سوني عندي بالبيت منيح هيك؟ طيب عمي اسمعني منيح، هارون طلق لسونا اليوم
وهي عم تبكي وحالتها بتقسي بقى ناقصة حرام. تبكي وتتشهنقي يخرب بيتك من حالك، قال لي من ايده الله يزيده، لك اطلعي علي شوفيني انا من يوم يومي هيك حلوه والشباب هيك امام حولي وحوالي، بس انا راكزه ما فرت بحالي، اتجهت للرياضه، لو انك سمعتي كلامي وسجلتي بالنادي تبعي، كنت صرتي مثل الزلقطه، لك شوفي حالك شلون قلبي، ايه بتطلعي قد امه لهارون، عليم الله عليم الله، حرام تبلي للزلمه بحالك. تشربي كاسة الحليب وفورا تخلصي الكرتون وتطلعي بالثانية، اوكي؟ مامي ما بدي اشوف دادي، اشتقت له كثير. حبيبتي بكره بتشوفي. المهم بدي اطلع اخذ دوش، بدي اطلع لاقيكي بتاخدك، اوكي؟ لاي 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 لا لا لاي لا لا لاي غريبة ما أنا أتوسي على المطبخ. مو مشكلة عمو، خلص روحي أنت. شبك انا هارون مو سارة. يا خرب بيتك يا هارون، شو جنين، شو طلع هون؟ مدام جاي لك، لازمك شيء، ناقصك شيء؟ الله لا يوفقك، نزلت بسرعه هلا ما بقدر يجي رساله، طلع بسرعه يلا. طيب حواليك خرق على المسرح، امسح فيها السياره. ليك بدك تخرب لي بيتي انت، اطلع من هون يلا. اطلع ولا انزل؟ ليك انزل خلصتي هارون. لوين لهون؟ بابا دوسي Thank you.
ايوه مدام، جوزك برا ما اجي تخبى هون منه. الله ينعم عليك، يخرب بيتك، شو بدك تسوي فيه؟ اهلين حبيبي، شو انت اجيت؟ نعيمة الله ينعم عليك. شو بك حبيبتي، في شيء؟ لا تخبر قلبي، ما في شيء. ولا ايه؟ انت لساتك زعلانة مني؟ لا حبيبي ابدا ماني زعلانة منك. بحياة سارة مالك زعلانة مني؟ لا حياة سارة، بس اليوم وقفنا تصوير لانه هيك المخرج تعب شوي، صار عنده حادث، صار عنده ارتجاج بدماغ، فتذكرت الحادثة تبعيتي بعيد من هون. لا سلامتك ان شاء الله. وانا كمان في لك عندي خبر رح يطير عقلك من الفرح. والله شو هو؟ يا ستي انا قررت من اليوم وكرمال هالعيون بطل هذا السم الهاري اللي عم باخده. عن جد عم تحكي؟ بس شو بك حبيبتي؟ لا يا حبيبي ما فيني شيء. حبيبتي انا مالي عارفان شو بدي اقول لك. فيني اطلب منك مصاري؟ طبعا حبيبي، انت بتعرف ما في بيني وبينك اي فرق. قديش لازمك؟ عفوا حبيبتي. ايه ابو الحكام؟ لا لا لا، خليك عندك بالمكتب، ربع ساعة بكون عندك. حبيبتي يعني هو مبلغ مو كبير كتير، بس اعتبريدين وراح سدده ان شاء الله. ولا يهمك حبيبي، قلي قديش لازمك.